قال ابتداء الدعوة. وقال الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم عن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس 10 سنين يوافي المواسم. يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة سرا، وكان يجتمع مع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، وكان من الصحابة وهم قلة ما بلغوا 40 نفر، وأحيانا كانوا بيستخفوا في الشعاب في الأودية ويمشوا يتعبدوا مستخفين من قريش. قيل كان أول من أعلن الدعوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما بلغ الصحابة نحو 40 خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد أي حول الكعبة وصاح في قريش ونادى بشهادة أن لا إله إلا الله. قال أهل السير: فضربوه ضربا حتى ما يعي شيئا، فقام أهله من بنيتين قاموا وفرقوا الناس منه ودفعوهم عنه، وظنوا أن أبا بكر قد مات بس راقد قدامه لا بيتحرك ولا شايفين لأي حاجة، ظنوا إنه مات، فحملوه إلى بيت أبيه، فجاءت أمه لتطعمه أو لتطعمه طعاما، جابت له طعام عشان يطعم، فأبى، قال لها: كيف رسول الله؟ أول ما استيقظ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ قالت: لا أعرفه، أنا ما أعرف عنه حاجة. قال: والله لا أطعم حتى أعرف كيف رسول الله، بس بقعد كده. قالوا: فذهبت إلى والدة عمر بن الخطاب تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لا أعرف عنه شيئا. قال: فحملوه على رجلين شايلينه، قولهم بس تودوني لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعيني وأطمئن عليه بعد ذاك باكل. فحملوه يهادى بين رجلين حتى جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه واطمأن عليه، فبعد ذلك طعم طعاما. فكانوا يا إخواننا مستخفيين في شنو؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ودي فترة الدعوة السرية.